الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام والمعلم الأيماني رحمه الله رحمة واسعة في رسالته إشكالات في الجرح والتعديل، قال: مهمة أو مهمة، نجد أئمة الجرح والتعديل يوثقون كثيرا ممن لم يروهم ولم يدركوهم. وهذه يقول هو لم يعاصر ولم يره، فهو بدأ الإشكال في ذلك. والإشكال هنا أيضا عنده بأن الرجل يكون عنده له حديث وحديثان ثم يوثقه بعد ذلك، والناس يأخذون التوثيق هذا على التعميم، كيف يكون تعميما؟ هذا إشكال أول. لكن هو بيتكلم يقول الآن لما ابن معين يتكلم على من تقدمه ب ب ب ب 20 سنة ويتكلم عنه جرحا وتعديل في هذا الباب وذكر الأمثلة. تفضل. قال: وذلك كأبان بن صالح رحمه الله، توفي سنة بضع عشرة ومئة، ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم رحمه الله، وهؤلاء كلهم لم يدركوه. وأخبرهم ابن معين وإنما ولد سنة 58 ومئة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ده ميت 110 115، وهذا مولود 158. يعني بينهم كم سنة؟ 40 سنة، صح كده؟ نعم. تفضل. أي بعد وفاة أبان بنحو 40 سنة. نعم. ونعجة بن عبد الله الجهني. بن عبد الله الجهني رحمه الله توفي سنة 100 ولم يصرح بتوثيقه غير النسائي رحمه الله. ومولد النسائي رحمه الله سنة 115 ومئتين، ومثل يعني هذا الكثير. يعني بعده 115 سنة. نعم. قال: فلم ينكر على المتبحر في الحديث حتى في عصرنا هذا أن يقضي للتابعي فمن دونه بتحري الصدق في الحديث والضبط له، وذلك بأن يتتبع أحاديث الراوي ويعتبرها، فيجد لها أو لأكثرها متابعات ثابتة وشواهد صحيحة، وإن لم يجد للقليل منها متابعة ولو شاهدا خاصا وجد لها شواهد عامة بمطابقتها القواعد الشرعية وموافقتها للقياسات الجلية، فيغلب على ظنه أن ذلك الراوي صدوق في الحديث ضابط له. ممكن تستخرج بشعرة من كلام الإمام على ذلك في مصادر الجرح والتعديل، وهو بيتكلم المسألة مهمة جدا، وبيتكلم على أنه قد يأتي متأخر عن المتقدم الذي يوثقه أو يجرحه، وهو لم يعاصر وهو لم يرى الأحاديث، فكيف يوثق وكيف يأخذ الناس بتوثيقه أو بتجريحه والكلام فيه. لابد أن نبين مسألة هو يعني أشار إليها تعريجا، وهي مصادر الجرح والتعديل. مصادر الجرح والتعديل فيها أولا المعاصرة، وهي أول الأمور، وهي أول الأمور الذي أراد أن يلفت النظر إليها. قال: تجد أئمة الجرح والتعديل يوثقون كثيرا ممن لم يروهم ولم يدركوهم. إذن الإشكال هنا ده بيبين ذلك. إذن الأصل في هذا الباب أن التوثيق والتجريح إذا أخذ من المعاصر، وهو الأولى، لأنه الذي يعلم والذي يعاصر والذي يسمع هو الذي يرى، هو الذي ينظر في النشاط، في الهمة، في الطلب، في الرحلة، في ملازمة الشيوخ أو عدم ملازمة الشيوخ. فإذا الأصل في هذا الباب المعاصرة، أن يكون معاصرا له، لأنه يسمع أخباره ويعلم حاله ويتقصى الكلام عليه، يذهب إليه كما أحد المعين ذهب إلى الفضل بن دكين، يريد أن يكتب هذا الرجل يمكن أن يتلقن أو لا، يحفظ للأمة ولا ما يحفظ للأمة، ثم اختبره وأدخل عليه أحاديث حتى تفطن لها الفضل دكين وضربه رفصة، ورفصة قال: هذه أحب إليها من كذا وكذا. هذه الرفصة التي رفصه إياها يعني الفضل بن دكين، قال: أما أحمد فأورع من أن يفعل ذلك، وأما الآخر من؟ أحمد، اسمه أحمد أيضا، فقال أما أحمد الثاني هذا قال المرادي هو المرادي، فقال له: أما هذا فأجبن من أن يتكلم بهذا، وما هي إلا منك أنت، ورفص أوقعه من على الدك، لكن عصر وذهب إليه ليرى كيفية إيش الإتقان والحفظ في هذا الباب. أبو زرعة وأبو حاتم ومحمد ناحية الزهلي عندما يتكلمون عن أحمد يتكلمون عن المدينة، دول شيوخهم أصلا، عاصروهم وجلسوا تحت أيديهم، فإذا تكلموا عنهم تكلموا. لما تكلم أبو زرعة يقول لعبد الله ابن أحمد، يقول: أبوك أحفظ ألف ألف حديث. طبعا ألف ألف حديث لا يمكن أن يصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك،
كلها من المقاطيع والموقفات والأثار والأحاديث. فقال له أبوك يحفظ ألف ألف حديث. هو قال له ما سكت. قال له وكيف عرفت ذلك؟ قال كنت أعطيه المتن يعطيني الإسناد، أعطيه الإسناد يعطيني المتن. انظر ما أي عفريت صغير زي ده هيهنك ويقع في الأرض. أي كمبيوتر ممكن تولع لو مولع. تعال استعمله ده 4 أيام وشوف ايش اللي بيحدث فيه. خراب. وبعدين يقول لك انت شددت عليه صح كده. انا اصلا اهو الراجل اهو انا حلمت بذلك لما ركبتي تعبتني. انا كاني احلم واحد يقول لي اتق الله فيا، انت حملتني فوق طاقتي بكثير. قلت ايه ده الكلام ده ليه ولا مين ولا ركبتي في هذا الباب؟ فهو الحاصل انت فشوف بقى هيئ الله رجلا يحفظ ألف ألف حديث. والف ألف حديث ايش ده في الذهن؟ هو يعطيه المتن يتعل الاسناد، يعطيه الاسناد يعطيه المتن. ما فيش اي ترجمه في ذهن الانسان يرى اعجوبه مثل هذه الاعجوبات الا ان يقول خلقه الله له. وهذه انا دايما استعيد كلمه الامير عندما قال له ايش يعيش لها الجابد انتهى. وهنا ياتيك امر اخر. وش هو بقى؟ ممتاز. بس انا اريد مساله الايمانيات نحيف. الله اكبر. ايه الجمال ده؟ قراءه فعل الله. لما تجد واحد مثل هذا تعلم ان الله خصه بخصائص ليست عند غيره، فتعلم ان الله اراده لهذا، فتكون اشد الناس معاونه له، اشد الناس حبا له، اشد الناس قربا منه. دي قراءة فعل الله. لذلك البخاري نفس الأمر قال له يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين لا يبغضك إلا إيش؟ حاسد. إلا إيش؟ حاسد. إلا حاسد. ولذلك علماء يقولون البخاري خلقه الله لهذا الشأن. ما فيش. فأنت تقرأ فعل الله، لما تجد بقى من يتكلم في البخاري تعمل فيه ها؟ ما تفعل فيه؟ تحرقه. انتهى الموضوع في هذا الباب. دي قراءة فعل الله جل في علاه. ودايما أصلا الذي يضرب في هذا يغض الطرف عن حكمة الله وعن فعل الله يضيع. أو الإمام أحمد أنت قل كل الناس لا يمكن أن يقروا بأن في واحد يحفظ ألف ألف حديث تعطيه الإسناد يعطيه المتن يعطيه المتن يعطيه الإسناد. القصة وإن كان فيها كلام البخاري قال ليس العجب أن البخاري يقول أن دي الأحاديث دي مركبة. مش عجب رجل حافظ رجل خلاب يعني فيه شدة القوة من الحفظ في هذا أنه يقول هذا حديث ليس بصحيح، هذا حديث ليس بصحيح، هذا مش عجيب. يعني تتعجب نعم في المثل تتعجب، لكن لا تأخذك الدهشة. قال حجر الدهشة كل الدهشة أنه عرف الغلط وموضعه وتصحيحه، الخطأ وموضعه وتصحيحه. رجل هنا 10 أحاديث يقول له لا أعرف هذا الحديث. الثاني يقول له 10 أحاديث فلان وفلان 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 لا أعرفه. طبعا بقى أهو جينا للهمج الرعاع. العوام ماذا قالوا؟ إيه ده أشوف هو ده كأني بالمصريين. إيه ده؟ زي واحد عدى على شيخ ابن عثيمين وسمعه بيتكلم وكده، وبعدين امرأة بتكلمه شدها كان كشفت الوجه، والشيخ ما كان يتحمل يرى امرأة كشفت الوجه ويتسأله قال اذهبي غطي وشك وتعالي اذهبي. فالمصري وقف ايه ده وكل الناس دي عليك ليه؟ ده احنا عندنا واحد في الازهر ب50 واحد من قلت له بس يا رب غطي عيني كده ومش انا مش مصري يا انا مش مصري يا نفس العوام نفس الحكايه. دخلوا على البخاري ايه ده ما هذا البخاري هذا الذي ينصر له الدنانير ده كل حديث ما لا اعرفه لا اعرفه حافظ لا يعرف كل حديث ياتيه لا يعرفه. طبعا طلبه العلم ماذا قالوا؟ ها فطن الرجل للعبه فطن الرجل. فقال حافظ العجب كل عجب في ايش؟ في ايش؟ ها العجب كل عجب بانه قال للاول قال له ايه؟ تعالى العشره عندك هذه لهذا والعشرة عندك هذه لهذا والعشرة عندك هذه لهذا ووضع كل في إيش الكل في مكانه وضع الكل في مكانه. لما وضع الكل في مكانه طلبة العلم أذعنوا له بإيه؟ بالفضل. أذعنوا له بالفضل مش بالفضل بس طبعا بالفضل وإيه وبالإمامة. أنت إمام الدنيا حقا
فأنت لما ترى رجل بهذه الهيئة لابد أن تعلم أن الله خلقه إيه؟ له، فتعلم أنه خلق خلقه الله وهيئه على غير هيئة الناس، هيئه على غير هيئة الناس. فلذلك أنت ترى يستطيع أن يوثق أن يجرح البخاري نفسه في كثير من الذين عاصرهم والذي يتكلم فيهم. يحيى بن معين تكلم في كثير من عاصرهم والذين سبقوه، سنبين كيف يكون، لأن معرفة الضبط تعرف بأمور. يبقى الأول شيء المعاصر، يبقى مصادر الجرح والتعديل المعاصر. جلس فسمع له، ولما سمع له تكلم فيه. لما يسأل ابن عيينة عن الأعمش، أعمش كان تحت يده، تعلمون الأعمش أصلا كان يسمع لابن عيينة، وكانوا يتبادلان. كان ابن عيينة يديله حديث والأعمش يديله أربعة مكانه، لأن عيينة كان صار معروفا وشيخا كبيرا والأعمش ما كانش معروف. بعدما اتعرف الأعمش دخل عليه ابن عيينة، وجد أمم تجلس الأعمش. قال ما هذا؟ تبدل الحال. قال نعم، ليس الحال كالحال. فقال تبادل؟ قال لا، راحت انتهت. ما كان قد ذهب الآن اعكس تصب، يعني أربعة في واحد. أنا أعطيك واحد تأذيني تعطينا أربعة للشهرة بقى، لأنه الأعمش خلاص أسارة هو الأعمش العالم الكبير. الغرض المقصود الأولى المعاصرة، فيكون فيها المجالسة، ويكون فيها أيضا معرفة الرحلة ومعرفة ملازمة الإيه؟ الشيخ. الثاني أن يكون بلدي الرجل، ولذلك علماء الجرح والتعديل يقولون بلدي الرجل أعلم به. وأحمد اعتمد، أحمد بن صالح المصري في ابن الهيعة لم يضعفه، بقى بل وصفه أنه من أوسق الناس في مصر، أحمد حنبل. وقالوا أن أحمد بن صالح المصري عمل إيه؟ طبعا وصفه أحمد بن صالح المصري، خلاص بلدي الرجل أعلم به. المباشرة، والمباشرة هنا تأتي في إيش؟ في القرائن المحتفة. وهذه القرائن المحتفة، نعم، من تكلم؟ كنت المذاكرة. المذاكرة المباشرة في المذاكرة، طبعا هو مقال أبو زرعة أبو حاتم في هذا الباب. فيها الشواهد، القرائن المحتفة بقى هنا الشواهد والمتابعات. قد يكون أيضا التوثيق في ذلك، الفتوى العلماء توافق رواية الراوي، قد يوثق بذلك كما قال الشافعي في إيش؟ في المراسيل. في المراسيل هنا نقل أشار إلى ذلك صاحب الكتاب إلى الإجماع، يعني إجماع على التوثيق. إجماع التوثيق انتهى، الإجماع على التوثيق انتهى. رابع القياس، القياس الجلي الأولوي يعني. وده قاله هو أيضا نفس موافقة القياسات الإيش؟ الجلية. وهنا نرى العلماء كيف كانوا يجرحون أو يعدلون في ضبط الراوي في هذا الباب، قبل أن ندخل على الإشكالات فيه، الإشكالات في الجرح والتعديل. يعني مسألة معرفة أحوال الشيوخ، هذا علم عميق. ولذلك أنا أقول ذلك وأركز عليه حتى تعلم أن هؤلاء الشباب الصغار الذين يتكلمون جرح وتعديل أنهم يعني قد جنوا على أنفسهم جناية عظيمة. لهم تعلموا ولا أتقنوا علما، ولهم اتقوا الله ديانة، ولا تركوا أهل العلم أن يعلموا الناس، فأفسدوا في الدنيا بأسرها إفساد لا يعلم به إلا الله جل وعلا. فأفسدوا على أنفسهم دينهم، لأنهم بكلام الجرح والتعديل هذا الذي يعني قد ترفعوا به وتربعوا على عرشه، وهم لا طبعا عرشهم عرش الشيطان، ما عندهم علم أصلا، ما عندهمش علم. يعني في واحد منهم، أنا ماشي هكذا سمعت واحد بينقل، واحد يقول له وقد قرأت على فلان فتاوى ابن تيمية، وفلان نفسه اللي قال انه قرأ عليه يمين بالله تتما عرفتهم فتاوى ابن تيمية، ما عندوش اصلا. ده اكثر ما عنده يلعب بيل، اقصر شيء عنده، اقصى شيء ممكن يستعد فيها انه عارف يلعب بيل، في ده اقصى شيء يطلع له في هذا الباب. وبعدين يقول له وقرأت عليه فتاوى. طب تعالى بقى انت، تعالى نعطيك فتوى فتاوى ابن تيمية، وقل لنا الفتوى دي من أين أخذها ابن تيمية، من أين قال بها، كيف أفتى بها، بس مش عايزين غير كده. مفيش نواقض الردود، ما عرفش يعدها. فدي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا أن ترجع إلى أناس فاضيين علميا ويطلعوا بعد ذلك على الناس. وده أصلا زيف، تزييف، تزوير. والعملة الزائفة لا ترجع على الله جل وعلا. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور.
فالحاصل هذا أيضا في الجرح والتعديل في هذا الباب لابد أن تعلم هذا العلم، علم عميق جدا، علم عميق جدا، مش أي أحد يستطيع أن يأتي إلى سدة المسألة ويتكلم فيها بهذه الأريحية يعني حتى في هذا الباب. لا لا يعني الحق ما صعب جدا أن تقبل مثل هذا الكلام من أناس لم يدركوا يعني حتى أساسيات العلم، أساسيات المواريث مش عندهم، قل أساسيات أصول الفقه مش عندهم. والله الذي لا إله إلا هو أكبرهم واقع في انحرافات عقدية أسوأ مما تكون، لكننا نسكت دينا لأنه ليس لها مصلحة أن تبين من كان ضعيفا عقديا، لا لا دينا نسكت دينا، ما لنا شأن بهذا، لكننا نرسي أمورا في هذا الباب. ومسألة العلم والجرح والتعديل والكلام في العلم عميق جدا، وما أحد يتصدى له إلا من تضلع العلم، تضلعوا. لذلك كل الطفة دي يتطلع تتعلم يتموت، لازم الكل يطلع بتعلمه وش فيها تعلمه، ليس عيبا أن تتعلمه، لكن واحد فيكم لا يعرف حتى مسائل. الرجل ما كانش قارئ التحوية وطلع من يقول لك وأنا ابن جالة وطلع الثنايا، وخد بقى على شكل ذلك كثير، كبير وصغير كلهم ضعاف علميا. وكما قلت لو سطرت كلاما تصريحيا على الضعف العقدي والانحراف العقدية المسألة مش هستم منها أحد. لكن كما قلنا نحن لسنا نعيش من أجل أن ننتقد الناس، أعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله، ونعوذ بالله من أن أعتلي عرش أعرف أن آخرة النار. أعراض العلماء ليست بالهينة، حفرة من حفر النار. أنا قلت ويعلم الله ارتجفت من داخلي زلزلة لما وجدت عمر الخطاب يقول وإن ذهب أتلي فهو خليق به، وما نحيته لنقص فيه، على سعد بن أبي وقاص حتى يبرأ أمام الله جل في علاه. فتتكلم في عالم لا، وإذا كان عنده ضعف في علم وعنده قوة في علم الله يبارك له في القوة التي في العلم فيها يتعلم بها الناس. لكن العلم علم عميق جدا لا يستطيع إتقانه إلا من صار على نهج الأولين. لذلك قلتها براءة أمام ربي، لا أجد أحدا في الساحة توفرت فيه الشروط ليتكلم في الناس جرحا وتعديلا، ما فيش. وأنا سردت عليكم بعض الشروط ولا شرط واحد متوفر، ما في، الشروط مش متوفرة. فمن أراد أن يتكلم في ذلك فليترسم خطى أولئك الحفاظ النقاد الذين على يدهم استقام هذا العلم. ولذلك فلابد من معرفة منهاجهم في انتقاد الرجال وتمييز القوي والضعيف. المعلم اليماني في كلام في التنكيل وفي غير التنكيل يقول ليس نقد الرواة بالأمر الهين. لما المعلم اليماني اللي هم قالوا عليه ذهب العصر في هذا يقول ليس بالأمر الهين. ليش بقى أرى أناس يترفعون في هذا وصغار السن وطالع؟ يا أخي اتعلم، اطلع اشرح كتاب علم يستفيد منك الناس. والتاني أخره مركز تحفيظ قرآن طلع يعمل فيها محكم على أهل العلم وطلبة العلم والعلماء. أخي تعلم وعلم الناس، اطلع الأول أبرز علمك للناس وبين لنا ما أنت فيه من عمق وقوة وإتقان، وبعد ذلك نرتضيك محكما. لكن تكون أخرك مع مركز تحفيظ قرآن وطلع تتحكم وبعدين تراجع العلماء، وكل ما يتراجع يتضرب يقف. لما المسألة ديانة، المسألة دين، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبا زور، المسألة تنتهي سريعا زور على طول. فقال المعلم اليماني ليس نقد الرواة بالأمر الهين، فإن الناقد لابد أن يكون واسع الاطلاع على الأخبار المروية عارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية. ده الرجل ده مش بالغلطة، ده بالشمة مبتدع ضال. يا عم الراجل ما قالش ده، يا اسكت واللي جنبه، طب انت ساكت، طب انت مبتدع انت كمان، طب خلي واحد بقى يطلع يقول ليه قلته كده، مبتدع هو كمان. وده اللي احنا عايشين فيه، وده اللي ضيع الدين، موسط مهلهل. لذلك كما قلت ان نجاحات اليهود اعلى مما يكون في امتنا، وذلك نحن نحارب اخطبوط، نحارب الوسط المهلهل، ونحارب اليهود، ونحارب المكره، ونحارب المنافقين، ونحارب انفسنا، لاننا عصاه، ذنوبي بلغت عنان السماء ورب العزة. فأنا أحارب نفسي أولا ثم أحارب الآخرين، لأنه لا يجوز لي أن أسكت على نفسي ولا أسكت عليهم، وعلى شارب الكوس أن يتنصح.
فلابد أن أكون عارفا بأحوال الرواة السابقين وطرق الرواية، خبيرا بعوائد الرواة ومقاصد الرواة وأغراض الرواة بالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب والموقعة في الخطأ. ثم يحتاج إلى أن يعرف أحوال الراوي، متى ولد وبأي بلد وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والتحفظ، مدومة 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 معه في استمرار. إنما كلمة طلعت منه بس تيجي تقول له راجع عنها، يقول لك في المجالس الخاصة بيتكلم بهذا. الله، طب احنا ما لنا مجالس خاصة، وجبتها منين؟ من أين أتيت بها؟ لما كان في المجالس الخاصة بيقول ذلك، من أين أتيت بها؟ من كنترول؟ هو يتجسس فصار فاسقا فعلا كبيرا، أو ناقل متجسس له تجسس وقال له ذلك، فلما ارتضى بقول كان منافق، كان فعلا كبيرا. المشكلة واحد أذنك فاهم كأذن الفيل، والقمع عامل زي إيش؟ زي هرم، الهرم سقارة، قمع داخل في الأذن وصب، هو ياخد ويرتب حكم، ياخد ويرتب حكم، وهذا كله ضياع، ضياع في الدين، ضياع في الدين. أنت أصلا السلمة التي فيك أنك استمعت، فلما استمعت ضاع دينك، رقى فاتهمت غيرك وأنت المتهم أصالت. شوف بقى المصيبة، الله لبسك فيها، آسف اللفظ، الله حملك إياه. ليه؟ أنت لما 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 سمعت فتهيأت فاتهمت أخاك، جعلك الله متهما قبل أن تتهم. إزاي؟ ما أنت مش هتتهمه إلا على جسر إيه؟ جسر السماع. بالسماع صرت بالرضا إيش؟ متهما، فاسقا، فاسقا متهما، فاتهمك الله قبل أن تتهم. بالضبط زي الراجل كده اللي كان يعني يشتد على جاره، فقال إن سلم إنه يفعل ويفعل، فقال خذ متاعك واجعله في وسط الطريق. كل اللي معدي يسألونه في هذا، ما يا فلان ما بك؟ جاري جاري. فماذا قال؟ قال لعنة الله على جارك. لا، الرجل اتلعن بعدد بعدد ذرات التنفس. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يرحمني، كله بيلعني. وش قال بقى له؟ لعنك الذي في السماء قبل أن يلعنك. أنت رتبت نفسك عشان تتهم أخاك، الله اتهمك قبله وأنت لا تدري. المصيبة بقى لما بتتهم وهو بيعلم فبيدافع عن نفسه، ووجد نفسه أنت بقى متهم عند الملائكة، متهم عند الله، والله اتهمك وانت نائم على أذنك. دي مصيبة أكبر. إيه بقى المصيبة الأكبر؟ ليه دي مصيبة أكبر؟ لا، ليه مصيبة أكبر؟ أنه لا يعلم، أنه لا يعلم، مش هيدافع عن نفسه، مش هيجيب حتى مكفرات، مش هيعملها. ودي معناها أن ربنا بيستدرجه عشان يضيع، بيستدرجه وهو عايش مفكر نفسه أنه هو حاكم على الناس. فاهم كيف؟ في هذا الباب، هذه المصيبة اللي احنا نعيش فيها في هذا الباب، وهذا الوسط المهلهل فيه كل ده، كل ده، كل واحد يديك معلومة يعرف أنه إيه؟ أن في قمع في الأذن وعمل يصب، عمل يصب وهو فاسق بهذا ولا يدري، فاسق. لما يطلع خبيث تركيا طبعا قال ذا، قلت له بس القمع، بس كان قمع، قمع غضبان، قمع زعلان، قمع إيه؟ قمع تركي. والقمع التركي وما أدراك ما القمع التركي، ده قمع التركي ده فيه بابا جرداش، سيكون المسألة فيها ما فيها من الأمور التي يعني تلعب ألعاب أخرى، ألعاب أخرى في هذا الباب. فلذلك أنا أقول أنت الآن لما أقحمت نفسك بذلك وضاع دينك؟ لما تريد أن تصد الناس عن أي أحد يتكلم بالخير؟ لا تفعل ذلك. فأقول قال لابد أن تكون ممن يعلم البلدان، وتعلم أيضا أحوال الرواة، وتعلم مواقع الضعف والتساهل ومواقع القوة في هذا الباب. قال وكيف هو أيضا، وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والتحفظ. وهذا لا تعلمه إلا به، مش بالكلمة، بالمعاشرة. طب أنت هتعرف الرجل ده يخشى الله ولا لا، ورع ولا لا، من إيه؟ ها، بالمعاملات والعيش معه، تراه محافظ على الصلاة الخمس، تراه يقيم الليل، تراه يصوم النهار، تراه أصلا لما يجد نفسه سيقع في كبيرة ينقبض، تراه هذا لابد أنك تعيش معه، لكن أنت بكلمة ثم بعد ذلك تنسف ما هو فيه، هذه مسألة عظيمة، مسألة عظيمة.
ثم يعرف أحوال الشيء الشيوخ الذين يحدث عنهم وبلدانهم ووفياتهم وأوقات تحديثهم وعادتهم في الحديث، ثم يعرف مرويات الناس عنهم ويعرض عليها مرويات هذا الراوي ويعتبر بها. طبعا يأخذ هذا الملازم، هذا ليس ملازم، الشيوخ الذين لازموه، الرواة الذين ضعف عنهم، الرواة الذين كان ثقة فيهم، كل ذلك لابد أن تحلله. وعلى الترمذي ابن رجب أعطى نتفا من هذا عظيمة، يعني الى غير ذلك ما يطول شرحه. ويكون مع ذلك متيقظا، هو بقى اللي بيتكلم ده يكون، شوف الصفات، يكون متيقظا مرهف الفهم. وانا انت تجلس معه تدي مساله بس 3 زائد 1 ناقص 2 كام، فاهم؟ يدخل لك بقى خدها منه وشوف الذكاء الخارق اللي هو فيه. تلات ارباع اصلا الموجود اعطي له دليل وقل له ايش وجه الدلاله في هذا الدليل، واجلس بقى اسمع سنه تنهيده اللي تسمع فيها، وبعدين تصدر نفسك وانت ضعيف في هذه الطريقه تصدر نفسك. فهنا يقول لابد ان يكون متيقظا مرهف الفهم دقيق الفطنه مالكا لنفسه، لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب ولا يستخفه بادر ظن. مش اول ما الظن ياتيك تتهم، سبحان الله، حتى يستوفي النظر ويبلغ المقر. ثم احسن ثم مش كده بس، شوف 3 كلمات بمجلدات، حتى يستوفي في النظر ويبلغ المقر ثم يحسن التطبيق. بلغ وتكامل، وتكاملت الصفات، لابد ان ايه؟ ان يحسن التطبيق في حكمه، فلا يجاوز ولا يقصر، يكون عدل، يضع شيء في موضعه. وهذه مرتبة بعيدة المرام عزيزة المنال، لم يبلغها الا الافزاز. بالله عليكم قولوا لي من الذي نعيش معه قد بلغ الى ذلك؟ جبولي واحد بس تصدر في ذلك وهو ذكي. لا عايزه ذكي بس، ذكي، الذكاء عنده قريحة وذكاء فطن يلمح. ها ده يا راجل، ده انت ده في صخر صوان جوه، ده في حديد مستمد في الداخل. اقول لك انا قرأته ابن تيمية وقرأته ام تيمية وجدة تيمية ما كانتش معانا عشان كده ما قرأتهاش، فاهم حضرتك؟ وداخل في هذا الباب الى الله المشتكى. وقال كان الرجل من أصحاب الحديث يرشح لطلب الحديث وهو طفل، ثم ينشأ دائبا في الطلب والحفظ والجمع ليل نهار، ويرتحل في طلبه إلى أقاصي البلدان ويقاسي المشاق الشديدة كما هو معروف في أخبارهم، يصل ذلك في زهرة عمره إلى نحو 30 أو 40. يا رب اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلنا منهم يا رب. فيصرف زهرة عمره إلى نحو 30 أو 40، وتكون أمنيته من الدنيا أن يقصدوا أصحاب الحديث يسمعوا منه ويروا عنه. وهنا فمن تدبر أحوال القوم بأن له بان له أنه ليس العجب ممن تحرز عن الكذب منهم طول عمره، وإنما العجب ممن اشترأ على الكذب. كما أنه من تدبر كثرة ما عندهم من الرواية وكثرة ما يقع من الالتباس والاشتباه وتدبر تعنت أئمة الحديث، بان له أنه ليس العجب ممن جرحوه بل العجب ممن وثقوه، لأنه للجرح أميل، للجرح إيش؟ أميل. وقال ابن معين لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، أعجب ممن يحدث فإيش؟ فيصيب. الخطأ وليد ومرافق في هذا الباب، لكننا سنتكلم على ضبط الخطأ في هذا الباب، لأننا نتكلم الآن هذا الإشكال الذي نتكلم عنه، كيف 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 جرحوه أو وثقوه على ضبطه، كيف أتوا بذلك. أقول واعلم أن الراوي إذا روى الحديث إما أن ينفرد به أو يشاركه الرواة في رواية الحديث، فإن شاركهم فإما أن يوافقهم أو يخالفهم، ولو في كل تلك الأحوال أحكام. قال المعلم اليماني وكثرة الغرائب إنما تضر الراوي في حالتين، يعني لما يأتي بالغرائب. تعرفون الزهري ولا ما تعرفون؟ مسلم ايش قال عنه؟ انفرد بيش؟ انفرد الزهري بسبعين سنة لم يشاركوا فيها أحد. الزهري انفرد بها، وطبعا أصلا لمثل الزهري يحتمل ذلك. لما؟ كان بحرا في الرواية، كان بحرا في الرواية، ذلك تدليسه يمر لأنه بحر في الرواية. والثوري كذلك. يقول تضره في حالتين، الحالة الأولى أن تكون مع غرابتها عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة. ليه بقى؟ لأنه الشيخ الثقة ما فيش حد يقدح فيه، فيقولون إيه؟ عندما يجرح ويرى أن هذه اللفظة منكرة، أنت فين يا ده بابك يا ابني؟ تفضل حبيبي، تفضل حبيبي، تفضل، مش عارف. سلقة طريق الجد سيدنا هم يقول لا، يقولون الوهم من دونه، الثقة ده الوهم من دونه، خلاص يبقى هو جرح نفسه بإيش؟
فانه يروى عن ثقات ثقات اثبات كل الناس يعلمون انهم من الثقات. الثانيه ان يكون مع كثره غرائبي غير معروف كثره الطلب. يعني انت جايب غرائب كلها وانت عارفين ان انت اصلا ما طلعتش من البلد زي الاخ اللي قال لك انا انتهيت من التميه وابن وجد ابن تميه وراء قاعد في الترعة مش في الترعة ده جالس جنب آسف فتحة فاهم الفتحة دي بتطلع شوية مية فيقول لك حدثني وكتب عليها يافطة كاتب نهر نهر الحب جالس منتظر على الحب ويقول لك حدثني خلف ظهر ما رضاش يقول نهر الحب في هذا الباب. أخي لما يكون الثقات هو عمال يجيب غرائب الغرائب دي هتتهم بها الثقة ولا تتهم من دونه خلاص هذا هو فيقول لك أنت كده جنيت على نفسك لأن الثقات أثبت فالوهمة يقولون أول ما ينظروا تعصب الجناية بمن؟ تعصب الجناية؟ بمن تعصب الجناية؟ فعلى طول يبقى إيه؟ يغض الطرف بالعين عن إيه؟ عن من دونهم نعم. في الحالة الثانية من أين له هذه الغرائب؟ مع قلة طلبه يعني رجل أصلا ما بتحركش من نهر الحب ما بتحركش من جانبي وهو جايب غرائب كثيرة جدا يقولون يبقى إذن من وين أتى بها بقى؟ تفضل لا مش هينفع ماجد مش هينفع ماجد منين أتى بها؟ ما هو الرجل جالس خمسة أمتار بلف فيهم ويقول وقد لففت الدنيا بأسرها وكتب عليها الدنيا إنني ذهبت يمين وشمال وصعدت ونزلت فاهم وجاب بقى غرائب كثيرة جدا نزل عليه الوحي والله ما هو بيبقى نزل عليه الوحي حقا لا الوحي الوحي ممكن يكون جايب سلم في الدور أن يطلع وخل وصعدت الجبال ووجدت المشقة في الصعود كان السلم مكسور ولما نزلت وشفت الويلات نزل على الماسورة فكانت المسألة أنني يعني كدت أموت زحلقة فاهم حضرتك وهذا هو من هواها من هواها قلنا أولا هذا يسرق لا يسرق الحديث أول شيء اتهم به هو إيه أنه يسرق الحديث يسرق الحديث في هذا الباب. وكما قال ابن الميري في أبي هشام الرفاعي قال كان أضعفنا طلبا وأكثرنا غرائب يعني أنت أصلا ما مالكش سوق وبيجيب كل ده. وقال من كثر حديثه لابد أن يكون في حديثه غرائب وليس ذلك بموجب للضعف وإنما الذي يضر أن تكون تلك الغرائب منكرة. قال عبد الرحمن بن مهدي لشعبة من الذي تترك الرواية عنه؟ قال إذا أكثر عن المعروفين من الرواية ما لا إيش ما لا تعمد تجيب المعروفين كلهم تأخذ وتأتي بهم بأحاديث تنكر يبقى لابد من الذي يتهم من الذي تعصم به الجناية هو هذا طيب. فإن لم ينفرد وشركه موافقة الراوي لما راه الثقات ولما ثبت في الكتاب والسنة دليل على صدقه. قال إمام الشافعي ونجد الدلالة على صدق المحدث وعلى غلطه ممن شركه من الحفاظ وبالكتاب أيضا والسنة الموافقة والمخالفة. قال ابن صلاح يعرف كون الراوي ضابطا بأن يعتبر رواياته برواية الثقات المعروفين بالضبط والإتقان فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لروايات أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حيث أنه كان حينئذ كونه ضابطا ثبتا. شوف يا شيخ إيه ده كرامات أولياء إيه ده أنا عايز أنتهي وأقول لك ما تشوف لنا الشيخ والراجل واقف إيه ده ما حدش تمسح بيه بالله عليكم ما فيش حد يتمسح بيه ما فيش أنا لا أرضى بأحد يتمسح بيه والله أنا أريد أقف أقول له أين الرجل لا لا استغفر الله طيب إذا ننتهي يعني مع أنه ده المجال طويل لسه نأتي على ابن جلة وطلع الثنايا نبين في هذا الباب كيف الإشكالات. الإشكال الأول الذي يعني أتى به المناقف عند هذا الإشكال الأول الذي أتى به المصنف هو أنه قال إن أننا نجد بعض الأئمة يوثق من لم يدركه مع أنه لم يقف له إلا على حديث الحديثين يعني ضرب مثل بذلك قال ومثل هذا لا يظهر منه صدق الراوي ولا ضبطه قال وهب أنه ترجح عند النسائي صدق الراوي وضبطه لما وجد ثقة قد تابعه فروى ذينك الحديثين عن شيخه كما رواهما فما يدريه لعل ذلك الراوي حديث أخرى قد تفرد بها يعني هو لحديثين يوثقوا يبقى الدنيا كلها هتعمل ايه هتوثقوا وده إشكال بيقوله الإمام انتم ابحثوا بقى عن حل هذا الإشكال وأنت أول الناس الذين يأتيني بالبحث على حل هذا الإشكال تريد المساعدة إذا حارت عقولك أقول لك المساعدة تكون كيف هذا أول إشكال وإن شاء الله يكون حله في المحاضرة القادمة.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.